يلا حبيبي يلا اعطيك اللي بدك اياه. يلا حاضر طيب عدوا عبد لك الكيلو هلا او بعد شوي يلا هات له عبد لك الكيلو مثلا عم بصور انت خليه يصور الكيلو كمان هات الشيء اطلع هون يلا حاضر يا حمودي خليه يصور الكيلو تقل له الكيلو عشان يبين الكيلو بدي اعمل لك اياه فطور وغدا كيلو كيلو راس تكرم يلا قول يا رب بسم الله يا رحمن يا يلا يلا هلا 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 عندك يا ابني بعد عايز حمود شو عندك اربعه للشباب بس يخلص الاربعه قول لي عندك اربعه للطنطن هيك طنطن انا عم بصور طنطن هو هيك يلا حمود يلا حمود يلا حمود يلا حمود